أستاذ الصباح فوائد شهادات الاستثمار إحنا قلناها كتير ونؤكد بأنه يجوز الانتفاع بها بناء على توصيف وظيفة البنك اللي اتكلمنا فيها أكتر من مرة، وهيدخل برضو مكتب البريد لأنه الفرد بيتعامل فيها مع مؤسسة اللي هي الدولة، يبقى الفرد من فقه الفرد والأمة، هو بيتعامل بيحط فلوسه بيستثمرها في فائدة مشتركة من إيداعات المواطنين في البنوك في مكاتب البريد، بتنشط معها عجلة الاقتصاد، في نفس الوقت هو بيستثمر الفلوس بتاعته، وهذه العلاقة ليست قرض ولا إقراض، إنما هي إيداع لهذا المال، استثمار لهذا المال، وفوائد مشتركة قلنا بعض منها صاحبة السؤال تستطيع الاستفادة منها.